فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل جمع المال والتكاثر في البيوت يعتبر في سياق المدح أو في سياق الذم؟ في سياق الذم، لأنه يلهي الإنسان عن عمل الآخرة. ما يجتمع للإنسان أنه يشتغل بالدنيا ويشتغل بالآخرة، ما يمكن هذا، لكن يأخذ من الدنيا قدر ما يعينه على آخرته. أما إذا انصرف للدنيا شغلته عن الآخرة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شهون اللي يشتغلون بالدنيا ما يجون حتى للمساجد إلا نادرا، وإذا جاءوا لهم على عجل شهونهم ينامون الليل، لأنهم في النهار يتعبون ينامون الليل، ما يقومون يتهجدون، ما يقوم. الدنيا تشغلهم والعياذ بالله، تلهيهم عن ذكر الله، ما حتى ما يقول لا إله إلا الله، لا ولا يسبح ربه ولا يحمد الله ولا يأتي بالأذكار، لأنه مشغول بالدنيا. نعم.